السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نبعت اشعارات من الباور ابس للموبايل بتاعنا، نفس فكرة النوتيفيكيشن اللي بتجيلي مثلا لو حد عمل كومنت على بوست بتاعي على الفيسبوك، بيجيلي اشعار كده على الموبايل، لو ضغطت عليه بيفتح لي الكومنت ده، ونفس فكرة لما بيجيلي رسالة مثلا بيجيلي في المسج بيجيلي الاشعار بتاعها ان تم ارسال رسالة، افتح عليه اشوف الكونتنت. نفس الفكرة هنا الباور ابس التطبيق بتاعي في اي مكان انا عايز ابعت اشعار لليوزر ده ان حصل حاجة، مثلا لو انا بضيف له مهمة معينة عايز ابعت له اشعار اقول له ان في حاجة assigned لك ومحتاج تشوفها، ادي له الاوبشن ان هو يفتح التطبيق او ادي له بس مجرد اشعار. ده كل ده اقدر اعمله من خلال البوش نوتيفيكيشن في الباور ابس. طيب علشان اعمل النوتيفيكيشن في الباور ابس انا بقدر استخدمها عن طريق حاجتين، اما عن طريق تطبيق الباور ابس ذات نفسه من خلال الكونكتور النوتيفيكيشن في الباور ابس، او بستخدمها من خلال الباور اوتوميت من خلال الكونكتور بتاع البوش نوتيفيكيشن. ستاندرد كونكشن يعني اقدر استخدمه فور فري من غير اي بريميوم لايسنس عندي. انا كمستخدم علشان اعمل بوش نوتيفيكيشن سواء في الباور ابس او الباور اوتوميت لازم يكون انا عندي صلاحيه على التطبيق اللي انا هعمل فيه النوتيفيكيشن ده، سواء هعمله كودنج بالباور ابس او سواء هعمله بالباور اوتوميت. ده بتكلم كأنا كديفلوبر. طيب كيوزر بقى المفروض يعمل ايه؟ المفروض اليوزر ينزل الباور ابس، ينزل تطبيق الباور ابس على الموبايل بتاعه، يعمل له انستول، ولازم على الاقل يفتح التطبيق اللي هيتبعت منه نوتيفيكيشن له او اللي هيستقبل منه نوتيفيكيشن على الاقل مره واحده، لازم يفتحه من خلال الباور ابس عنده على الموبايل علشان يتم ارسال النوتيفيكيشن بنجاح. في مجموعه من الليميتيشن عشان اعمل كريت للنوتيفيكيشن دي سواء بقى من الفلو او سواء من الباور ابس، وهي كالاتي: ان النوتيفيكيشن لحد دلوقتي مش بتشتغل على الباور ابس موبايل اللي هو بيستخدم الويندوز فون، وما اقدرش اعمل بوش نوتيفيكيشن لليوزرز اللي هما بيستخدموا الويب براوزر، يعني فقط بتعمل النوتيفيكيشن دي على الموبايل. كمان السيتنجز للباتري اوبتمايزيشن عندك على الاندرويد بتاعك، لو الموبايل بتاعك اندرويد ممكن تعيق ان هي تبعت لك النوتيفيكيشن على الباور ابس موبايل. فعلشان نتجنب المشكله دي لو انت بتستخدم اندرويد بتعمل تيرن اوف للباتري اوبتمايزيشن فور الاب بتاعتك. دي تقريبا الليميتيشنز اللي بتواجهني في النوتيفيكيشنز اللي انا ببعتها من الباور ابس او سواء هبعتها بالكونكتور من الباور اوتوميت. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل النوتيفيكيشن دي او ازاي نعمل بوش للنوتيفيكيشن دي من خلال الباور ابس ومن خلال الباور اوتوميت. دلوقتي اول حاجه هنعملها ازاي نبعت نوتيفيكيشن عندي للمستخدم من خلال الباور ابس. على سبيل المثال انا هشتغل على الفورمه دي، انا هنا بعمل دي مجموعه من التاسكس او مجموعه من الحاجات اللي المفروض اليوزر ده يعمل لها ابروف. انا عايزه اغير اليوزر ده وانا بعمل اساين لليوزر التاني ابعت له نوتيفيكيشن على الموبايل. طيب علشان انفذ الكلام ده هاجي هنا عند الداتا وهقول له اد داتا، وفي الكونكتور بتاعي المفروض ابحث على نوتيفيكيشن. هلاقي عندي اتنين كونكتور للباور ابس نوتيفيكيشن والباور ابس نوتيفيكيشن فيرجن 2. الفيرجن 2 اللي نازله منها هي بس بتبوش نوتيفيكيشن للابس اللي كريتد بالباور ابس والفيلد سيرفيس والسيلز زي ما هما شايفين هنا. هنا مجرد ان انا هعمل البوش نوتيفيكيشن هنا للابس اللي كرييتد باي الباور ابس، فاقول له هضيف الكونكتور بتاع الباور ابس نوتيفيكيشن. اول حاجه عايزها عايز اليو ار ال او الاي دي بتاع الاب بتاعتي. الكلام ده هجيبه منين؟ هفتح الميك سايت. فتحت الميك سايت عندي، وفي الابس بدور على الاب بتاعتي، هي كان اسمها التابلت فلو دي. هشوف الديتيلز بتاعتها، هفتح ديتيلز، هاخد الاي دي ده الاب اي دي بتاعي، هاخده كوبي كده وهرجع بيه هنا في الكونكتور بتاعي وهضيف الاب اي دي وهقول له اعمل لي كونكت على الباور ابس دي. خلاص الكونكتور اتضاف عندي بنجاح.
لقيه تحت listed في الكونكتورز اهو. هاجي في ال هاجي هنا في البطن بتاعي بعد الكلام ده هقول له ادي فوق انا عامله السيمي كولون، هقول له هو اسمه ايه، باور ابس نوتيفيكيشن، باور ابس نوتيفيكيشن دوت سند بوش نوتيفيكيشن. زي ما احنا شايفين مديني هنت فوق كده ازاي اعمل الفورمولا بتاعتي. اول حاجه بياخدها هي مجموعه الناس اللي انت هتبعت لهم الايميلز. لو انت هتبعتهم في ايميلز هتبعتهم داخل الري عندك. لو انا مثلا هنا انا هبعت ليوزر واحد، طيب هنا اول حاجه الريسيبيانتس هبتدي اديله الناس اللي انا هبعت لها الايميل، هفولو السينتاكس بتاعي، هعمل الكيرلي براكتس ده وكاري عندي انا هديها اليوزر واحد. وليكن هنا انا هخلي اليوزر اللي انا جايبه من هنا ده اسمه ايه، اللي هو الكومبو بوكس 1 دوت سيلكتد. اوكي هقول له الكومبو بوكس ده دوت سيلكتد دوت، هجيب الانترنال ايميل ادرس بتاعه، هديله الايميل بتاعي انا هنا واخداه من فوق مره اهو فهاخده كده دوت. المهم هنا هديله الايميل بتاع اليوزر اللي انا عايز اعمل له النوتيفيكيشن دي. طيب تاني حاجه بياخدها المسج بتاعتي، هديله كده المسج التكست هيبقى فيها ايه، اقول له مثلا هنا approve the assigned request. ولو انا عايزاه يفتح الاب عندي لما يجيله النوتيفيكيشن دي ويفتح الاب ويعمل ريدايركت على الاب عندي، اخلي البارامتر ده عندي اديهوله بترو. لو انا مش عايزه يفتح الاب بس مجرد نوتيفيكيشن ان هو يظهر له كده، هعمل اخلي ده الاوبن، الاوبن اب ده اديله فولس. طبعا لو عايزين نضيف اي حاجه هنا في المسج نضيف براحتنا ونعمل كونكاتينيت، نجيب حاجات دايناميك وحاجات استاتيك معانا، بس انا هخليها كيب ات سيمبل. وهنا هخليها البارامتر اللي هو الاوبن اب هقول له فولس، مجرد ابعت لي نوتيفيكيشن له بس وما تخليهوش يفتح الاب عندي. خلاص انا كده خلصت هقفل الكيرلي براكتس بتاعتي وهقفل الفانكشن بتاع النوتيفيكيشن. دلوقتي لو جينا عملنا ران للتطبيق ده واخترت مثلا الابروفال دي او ايا كان وعملت تشينج، عملت التشينج للاسايني هنا، المفروض ان هيبعت لي على الباور ابس نوتيفيكيشن. انا فتحت، لو سامعين ادي دي صوت النوتيفيكيشن وصلت. هحاول اخد لكم سكرين شوت واحطها لكم واوريكم الشكل بتاعها بيكون ازاي. كمان للاسف بس هي بتبقى واخده، مش بتاخد اللوجو بتاع الاب او كده، بتاخد اللوجو الديفولت لوجو او الديفولت ايمج للباور ابس. ده شكل النوتيفيكيشن اللي ظاهر ليا. لو انا ضغطت عليها المفروض لو هو قايله له يفتح التطبيق بتاعي هيفتح لي التطبيق دايركت على طول اول ما اضغط عليها اوبن، ولو انا مديله مثلا شاشه معينه يروح لها وهكذا. طيب دي اول حاجه ازاي اعمل نوتيفيكيشن من خلال الباور ابس. طيب نفس الحكايه هنا، لو انا عايز ابعته من الباور اوتوميت هاجي في الفلوس بتاعي وهقول له اد نيو فلو وهكري فلو جديد. هنا هيبقى نوعه تمبلت والباتون، هنا هيبقى نوع الانستنس فلو اللي هو في البتن كليك داخل الباور ابس بتاعتي. طبعا لو عايزين نعمله اوتوميتد لما يضيف العنصر هنا في الشير بوينت ليست بتاعتي او يضيفها في الداتا فيرس او ايا كان مصدر البيانات اللي انا هعملها، هروح هنا للباور اوتوميت وهعمل له اد لي اوتوميتد فلو على الكرييتد ايتم مثلا، ويقدر يبعت يجيب الريكورد ده اللي هو كرييتد ويستخلص منه الايميل بتاع الراجل اللي عمل له الصيني واخد الرول بتاعتي في الوقت ده ويبعت له البوش نوتيفيكيشن. هنا نفس الحكايه برضو، هنا نفس الحكايه في البار اوتوميت. لو كتبت كده البوش نوتيفيكيشن هلاقي عندي التو فيرجن، الفيرجن الاوليه والفيرجن الثانيه اللي انا استخدمتهم اللي هي سند بوش نوتيفيكيشن.
هعمل كده زي ما شفنا هنا الاري، يا اما تديله هنا الايميلز بتاعتك في صورة اري، يا اما انا هنا لو عايزه يجيبه من الباور ابس هقول له ask in power apps، هنا المسج بتاعتك هقول له مثلا new task assigned to you to approve. وفي الاوبن اب عايز تخليه يقدر يفتح لما يبعت له yes or no، عايز تديله parameters عنده. فخلينا نعمل سيف الاول كده للفلو، نسينا نكتب الاسم بتاعه. البارامترز دي لو عايز تدي للفلو بتاعتك وهو بيبعت النوتيفيكيشن للفلو، وهو بيبعت نوتيفيكيشن على الموبايل بتاع اليوزر اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده، يبعت له بارامترز تقدر تكتب، وده بيكون اوبشنال. تقدر تكتب البارامترز بتاعتك هنا، ادي سند بوش نوتيفيكيشن. لو جيت هنا المفروض كده دي اللي احنا عملناها بالباور ابس، لو انا عايز اعمله بالفلو سند بوش، دي الفلو بتاعي سند بوش نوتيفيكيشن دوت رن، واديله بقى البارامترز بتاعتي اللي هو هنا مجرد هياخد فيها الايميل بتاع اليوزر. طبعا لو في اكتر من ايميل احنا مبصلوها هديله كل الاريز بتاع كل اليوزرز. هاجي ارن التطبيق ونفس الحكاية دي، اخترت الايتم وهنا اليوزر ده وهعمل له اسايني. المفروض دلوقتي هيبعت لي تو نوتيفيكيشن على الموبايل بتاعي، واحده اللي احنا عملناها بالباور ابس وواحده اللي احنا عملناها بالباور اوتوميت. ادي اول نوتيفيكيشن جات لي، ودي التاني نوتيفيكيشن جات لي برضه هوريها لكم، خد لكم كده سكرين شوتس منها. ادي التو نوتيفيكيشن اللي بعتهم، واحده بالفلو واحده اللي قبل كده اللي كانت بالبار اوتوميت. طبعا بقى بنوظف النوتيفيكيشن على حسب المكان اللي انت عايز تعمله، عايز تعمله على الاب، عايز تعمله على فورم، عايز تعمله على اكشن معين، اعمله نادي الفانكشن بتاعتك سواء بالبار ابس او بالباور اوتوميت.